مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. شوفان 1 كوب ممتلئ 100 جرام، وماء 5 كوب 1 لتر 1000 جرام، طحن المكونات جيد تقريبا 5 دقائق مستمر. هيك أصبح جاهز. ممكن إحنا نستخدم قطعة قماش أو أي شيء له ثقوب صغير. هو بديل للأشخاص اللي بيعانوا من عدم تحمل اللاكتوز، ولا الأشخاص النباتيين. الأشخاص اللي عندهم حساسية ما بتحملوا اللاكتوز هو بديل. وهذا اللي بيزيد ممكن احنا نستخدمه مع موزة، ممكن نهرسه مع موزة ونستخدمه تاني للإفطار. هو كتير مفيد، مليء بالألياف، في ألياف كتير. ممكن احنا نستخدمه كبديل للحليب، عمل منه موكا أو كابتشينو أو أي شيء مع الفواكه، ممكن نستخدمه مع الفواكه، هو بديل للحليب. وهو موجود في فيتامينات، هو بحد من السمنة، بيدي طاقة للإنسان، وقاية من مرض السكري، وتعزيز صحة القلب والحفاظ على الجلد. في فيتامينات وألياف ومعادن، وغني في الفسفور وأشياء كثيرة. لكن دائما اللي عنده مشاكل صحية دائما يستشير الطبيب. اللي عنده مشاكل صحية يجب استشارة الطبيب. وأنا عملت منه بالموكا وعملت منه بالموز، وأنتو ممكن تستخدموا لأي شيء بديل للحليب. في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.